لا لا يعني... ترميها لا ترميها، يلا دوس البول سفير، دوس البول فوق سفير. فوق فوق فوق. جت صاحبتها، جت صاحبتها. ليش كضيت يا اخي؟ ليش كضيت؟ على السريع ما عندنا شيء. ما انكضت، شوف ما انكضت. السلام عليكم شباب، وياكم احمد من شارك لايف. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد على لعبه جديده اسمها باروت. اللعبه قبل فتره نزلت، كلش حلوه، لعبه جدا جدا لطيفه. راح يكون هذا شرح بسيط سريع عن اللعبه، ان شاء الله تستمتعون به. بالبدايه اوضح لكم الاساسيات، مثل ما تشوفون هذا الفاست ترافل يفيدنا. نحكي وياهاي على السريع، لان تعطينا مجموعه من الخشبات، خشبات خشبات، شكرا على الخشبات. وهاي اللعبة حاليا هسه اقول لك يو هاف انسنت، صعدنا مستوى مثل ما تشوفون. هاي المستوى عندك هذني تصعد انهانس ستاتس. اللي انا احتاجه هسه حاليا هو الويت، الويت تقريبا حد ال يعني 450 550 كافي. وعندك ذني اللامبل اللي هن الخرفان او غيرهن، عندك بزون موجود، شنو اسمها هذي ريد بيريز. فناخذهن على السريع. اللعبة أساسها هو شنو؟ البناء، فالخشب والخشب وشنو بعد؟ الطابوق. فهسه نبني هذي. شغلتها هسه مثل ما تشوفون، صحيح تشوفها بالبداية تقول شنو هاي، تحتاج لها وقت، تحتاج لها كذا، لكن بمرور الوقت راح تقدر أنت تلقى يعني يجون وياك يشتغلون وياك اللي هم العمال أو غيرهم. فمثل ما تشوفون هذه هي اللعبة وهذا الأساسيات. بالنسبة للأساسيات يعني قلت لكم راح حاليا أني ألعبها وحدي، فأحتاج أنا مسجل عليها فيديو ثاني لعبت ويا صديقي، فراح أخليه يشوف الأساسيات وشلون نبني وشلون نتوجه، لأن هم أنا كنت أشرح له هو كان جديد عليها. وإنه بنرجع لحد ما أني وين واصل باللعبة. انت شو ما حاط لك لا درع لا ملابس؟ غير بعد توني واقف انا قلت جون جولد حطيتها بروف. زين خلاها عدل هذا سلاحي. فين اول ما سويت ربير بنش؟ شو سوي بيها الربير بنش؟ ما بس هذا سلاحي مخربان. اوكي وين هذا اللي فلش بيه الصخور؟ محتاج اوقف، محتاج خشب، محتاج فايبر، خل اجيب الياف. بس هذا ابني بعد ما ادري شو هسه انا اسوي الخشب، ما اريد اسوي هاي مال فاس. وين مسويها انت؟ فاس ترافل؟ لا مو فاس ترافل، هاي البرامتيف ورك بنش. راح اسويها انا. شنو؟ راح اسويها بصفها. شنو هاي؟ غير تبني بيها الفاس وش اسمه انت شلون؟ ايش فوق هناك فوق عايفه. هاي بعد يمني. يلا خوش. احتاج الخشب وطابق. عشان سويت لها ربير وقف لي. خل ابني بعد شنو والله؟ خل ابني لي شو اسمه؟ ابني لي هذا فراش نعم بي. مو هيك اسوي لك بناية كاملة، اسوي لك بيت بعد على مود ايش؟ على هسه تسوي لي بس اسمه، شلون اسوي بيت؟ ما عندي. لا تقدر؟ افتح لي شو اسمه؟ لازم افتح وقف لي. نتابع على التكنولوجي وروح افتح. اي على التكنولوجي وقف لي. هلا افتح السهم همين. سهم كلش مفيد. اي. شيلد. البيت بعد ما مفتوح لي، يمكن جوا بالمستوى الخامس مو؟ باراشوت هذا. باراشوت هم حلو لطيف. بس بالمستوى الخامس انا بعد ما وصل. اي عاد انتظره مو شرط هسه. زين شي اطبخ. بليس فود اون بولز ات ذا بيس ويل ايت فروم ات. شنو وش تريد؟ اسوي لك نار. الام بيل، شو يسوي الام بيل؟ والله بيل ريسيس الام. باز اون بيس تشينج بيهيفير تو ايدر اتاك كومبيتنج انميز او فوكس. هذا يدق دق ايش اسمه يعطي انذار للحيوانات على مود يروح على اركن. اي مو هو ترى تجيك يقول لك يابا شو اسمه. ايه اكو ناس يتعرف. ايه يهجمون عليك ترى بعدين. الودن ستراكشر سيت هذا راح افتحه، شو يسوي؟ وينه؟ وودن ستراكشر يا مستوى؟ المستوى الثاني اخر وحده. وودن ستراكشر سيت شو يسوي هاي؟ هي هاي مال بنايه مال بيت؟ ها
والله زين ولسترا وبالبيت المستوى الثالث. المستوى الثالث هذا تحتاج بالله وينه؟ وقف بيزات نايت اسمه؟ هذا مال بال، مال بال هذا، هذا حتى مو يحتاج ان ينام هنا. اي نعم اني يلا فتحته خل اسوي لي هسه شنو في عندما تلقى وودن تشيست نفس وضعيتي همين ما سميت صاحب عادل انا. شكرا. شنو عندي؟ ها هي ما احتاج بعد شيء، ذن اهم اثنين عندي. هسه شنو الفتح لك؟ كلوب. انا بدي اسوي لي ملابسي. يا الله. الله بابوجات. البالديون فراجمنت تحتاجها ترى حتى تسوي شو اسمه. شو اسوي؟ تسوي هواي عندي انا معز. اي تروح وين؟ تروح لها هي هاي ها انت ما فاتحها بعدك. يا هي بالمرتبة الثانية اسمها بول سفير. بول سفير وقف لي. فاتحها لو لا؟ المرتبة الثانية. تكنولوجي بول سفير اكيد مسويها انا، هو كان حيوان انا ترى. كان نزلي؟ ايه. تعال هنا. شو يسوي؟ تعال يسوي دوس اف. لا لا مو هيش دوس على هنا دوس اف. انا رامه هنا أنا. دوس اف. اي ادري اخليه هنا انا. اي ادري ادري هسه نزله هاك نزلت. شو اسوي؟ مو هيج. لا لا تعال تعال رجعه. اي تعال هنا انا رجعته. اضغط اف. اوكي نزلها جوا خليها بول ات بيس. اف مو بول بول ات بيس. اها هذا شو يشتغل عندك؟ والله شنو عوفه هسه عوفه والله يشتغل عندك بعدين. شو تريد من عنده؟ طابوق هاي بعدين هسه هسه من انا هسه اريد ابني. تعال شوف تعال شوف اريد ابني هسه مثلا هاي ايش قاعد اسوي له ماكس. شوف راح يجي هو يبني لي. اوه خليته اوصل هاي شنو والله بس هاي شنو. اي شوي شوي على السرعه اكو بهن سريعات واكو بهن لا. هاي شنو هالبنية؟ مو قلت لك خليها شو اسمه؟ يلا عادي دولج. اي قلت لك خليها لا لو مخليه البيت ماكو مشكلة. نراد لنا خشب خل نطبخ. يراد لنا نطبخ. تعال هسه قطع خشب. تعال انا راح اجيب خشب يحتاج انه هواي. شنو هذا هو يجيب جايب خشب. اي يجيب خشب يطابق بعدين من تصعد بيها كلش حلوه تصير. البزازين شو تسوي؟ البزازين تبلش لك تسوي لك مكان شلون مال شو يسمونها مال طابوق. فهي تظل تفلش لك تجيب لك طابوق. اي والله طلع كفر بزونه واجي وقف هسه شبني بعد. ها وقف لي كم خل اسوي شو اسمه اسوي هذا يراد لي خشب وحجار خيار يراد لي على مود اسوي هذا القوس هذا هنا زين. هو من يجي بيضم بالستورج؟ يضم بالستورج ولك ثقلت كلش ثقلت. اي لا لا ترى البيت هنا تسوي هنا يم هاي الدنكتين. مو يراد له مكان. Well, continuously. هسه اسوي لك الودن وول. والله سوينا اول مره شو اسمها وقف الراد اللي بعد بس خشب. اي هيك اي هيك اوكي بعد بعد خشب يبعد عندي خشب ما عندي 42 خوش قلت يضمها بالستورج مو الخشب يضمها بالستورج. شلون ازود الساعة مال الجنطر او الثقل خليه يشيل الثقل بالمستويات مو دوس تاب تاب بالانفنتوري. اي هذا الويت هذا الويت انهانس بس ما عندي نقاط. انا عندي اثنين راح اصعد. انا استخدمت الساعة استخدمت للدم للاسف. الدم تحتاجه مهم والله. اي بس مو من البداية. البداية بداية صعبة والله.
تحتاج البداية، تحتاج يعني لو شايف الوحوش الموجودة. يقول لك شفت المساعة وحش أخبار كلش كبير. هذا هيك هذا. 32 مش قال شنو هيك؟ والله هيك. شلون هيك؟ شو كتلة والله هذا؟ لو شايف واحد مستوى 10 ما قدرت أطلعه. يقول لك 32 ذاك مستوى. إيه مستوى 10 ما قدرت أطلعه، هذا كتلته سهل. كان مستوى 10 ما قدرت له، 32 قدرت له. ايه لان ذاك هو يعتبر بوس كبيته؟ ذاك. لا ما كان كبيته لو لا؟ لا مات، ما لحقت. يلا هاد الخشب. شو مو حلو هذا البيت سويته؟ يا بس بيك هو بس هيك حتى تنام بيه بالليل، هي هاي ترى. تدري انت من قال لي؟ خوش. اقول لك هذا الاوري. نجيب خشب. شنو اوري؟ تعال لي هذا حيوان كبير. وقفنا. طلع طلع تعالي. بس عندك طوبة؟ شلون انا ما عندي طوبة. عنده طوبة، انت وين؟ تعال هذا هنا أنا. ما تشوفني؟ خاب راح يقتلني. وين انت؟ سوى 14. قتلني. تعال تعال عدلني تعال. ما اشوفك. ترى ماكو ما اشوفك بالخارج. ذاك يعني. بلاير بلاير انت ليفل 4. ايه. اللي تعال لي هذا اللي جاي يتمشى انا ميت طايح. وين طايح؟ ولك بس استكشف انا اقول لك باتجاه الدبليو. ربك راح ذاك التنين. اي والله. قوي كلش قوي. راح نكتله هو هذا. نكتله ما تقدر اسوي كتله. اه. والله. شاشة نستخدم لازم نسلحه وكذا. اي لا توفى بعدين. تفضل تفضل. هاي تفيدنا هاي البار اليوم، تعال خذها. يا هي هاي الزرق؟ اي الزرق، كنا ذن اللي يسوون السفير. السفير هو شنو السفير؟ انا عندي من اتنا هواي. هذا البار سفير حتى تاخذ شو اسمه؟ شلون تاخذ الحيوانات؟ اي ادري 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 بول سفير. اي بس انا انا عندي ستون يعني اسويهم بالستون. شلون اسويهم بالستون؟ بالستون يطلب من عندي ستون. ستون وخشب يمكن. هيا ما ادري تعال خلينا نروح لل هاي شنو هاي؟ اكو هنا أنا مكان اكو شنو عندك؟ لا ما في عبالي كهف في لا ما في خلينا نروح ناخذ لنا بعد نجيب لنا طليان بعد انا جبت جبت بزونه وجبت ديك تعال ها؟ ها سويت لهم بيت لو لا؟ شلون سويت لهم بيت؟ هذا الستروبيد مال ما الدجاج؟ لا والله هذا الستروبيد ما ادري شو اسمه. الستروبيد ما سويته لين. طب انا خلصت الطوبات خليني اروح اسوي طوبات بابا جيب لي كيكه. طب هذا التنين هذا التنين. لا عوف اذا شكوا عوف ذني عوف. اريده. موتنا هو شنو تريده؟ يمكن شنو تريده؟ خلاك وقف لي. والله عوفك وامشي انا ما اعرف. لا ما ما بس خلاك جاي اكل ورايح للبيت. خل هذا اذب الحيوانات على يدي هو سوي ليش كم طوبه يلا انا مساعد قدامك يراد لنا بعد يراد لنا نسوي أو. مكان مال طابوق ومال شو اسمه والله خلينا نشوف من قد مش طوال هنا تكنولوجي فيد بوكس مستوى خامس سجاد الرانش شوف هاي يا هو الرانش بالتكنولوجي هاي يحتاج لنا واحدة منها وقف لي وقف لي وقف لي شو اسمه؟ بالتكنولوجي مستوى خامس عندي اقدر استخدمه شو اسمه؟ الرانش شو اسمه؟ الرانش هذا موجود تقدر تسوي لنا بيت مال شو اسمه اول مرة افتحه يعني ضروري؟ الرانش اي في ايدك لان هذا يجن تاخذ الوول مال شو اسمه؟ مال الخرفان وتسوي كلوث اها 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 شو عندي كلوث؟ المهم دخل سجاد سويت بس لا اخذت الاسهام مالتي اه اسف والله اسف والله العظيم صار له ساعه خليت هذا يشتغل عنده ورحت عوف يلا باوع اه انا لبيت بزونه انا احتاج حطيت بزونه لا ذب هسه خرفان كثر بالخرفان خرفان شويه يشتغل ما بي ساعه اسوي له لازم في مو بيس ابجريد اي لازم سويت له بيس ابجريد انا هسه صار اثنين شوف انت هسه في صار اثنين هسه بولد شادي بيت شنو شادي بيت؟ ابني وينها؟ وينها؟ بولد شادي بيت شادي بيت هذا للبيت للغرفه بالبيت هناك تعال هنا
اسوي لك شادي بيت هذا. وينه؟ ما عندي خشب انا هنا. ما عندي انا. شلون ابني؟ بالبي برودكشن شادي بيت ما فاتحه يمكن انا. ليش؟ ما فاتحه. بالغرفة الشرباية العادية يعني. شادي بيت؟ شادي بيت. اي شادي بيت. بس انا راح اجيب ما عندي لا خشب ولا فايبر، خله راح اجيب من شجره. بزونه شلون جاي تشتغل عندنا؟ اي جبت فستوني. ليش جاي تطلع شو اسمه؟ انت راح تبني شادي بيت؟ اي راح اسوي اثنين. بعدنا بانش انا. لا لا روح وقف يم الباب هاي الآلة الغريبة وصعد مستوانا. بنيت له؟ لا وقف 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 هنا. يلا جايبنا بعد ماكو 19 ثانية. جايبنا وياك. خليك. لا لا 6 ثواني 5 ثواني جبت البزونة. خوش يلا هاي. يلا راح اسوي له باور. يريد بولد ثرو بول بيت ثلاثة وفيد بوكس. فيد بوكس تحتاجه هسه انت. اول مره نحتاج شنو؟ ذن المال مال بول ذبت ليش. شوف هسه شو مكتوب. مكتوب علي من جوا الحمره. شوفها بولز وذات بيت ويل جيت ستريسد. لازم احنا عندنا شنو؟ عدد الحيوانات وعدد الفراشات مساوياتكم. بس لازم نسوي لك ثلاثة فراشات. هنا انا سوي ثلاثة فراشات. زين خل ابني ستراو بول بول بيت. هنا رتبهن. هنا احط اي 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 بس هذا خشب وفايبرات. خلنا نجيب من الشجر. اجيب خشب. انا اخر شيء شلع قلبي اخر شيء شنو احتاجت يعني واحد على الخشب. ما جاي يجوني كلهم يجون على الطابوق لو على الشغلات العادية. اي اضطريت شنو؟ اضطريت وين؟ يلا حصلت القرد اجى على الخشب. قرد؟ اي قرد. وين القرد؟ يعني لازم تدور هواي معناها؟ لا هو مسافة شوية تمشي. خل ابني البا هو يريد شنو؟ ايش كم واحد لازم؟ سوينا هسه باو. احنا تقريبا راح نقدر نشتغل على سبعة. فايش قد ما تقدر تسوي سوي. لحد ما يفرغ من عندك. خل نسوي هنا انا. تون هنا؟ تون يم الحائط. يم الحائط اي. شو تريدين لا؟ بيت ساعة. بالخمسة ونص. هسه شوي اروح. يبعد لي فايبرات. انا راح ابني انا هسه. عنده هواي. مو هو يريد ثلاثة هذا اصلا. على مود اطوره بعد. اجيب حيوانات بي. بولد فيد بوكس. فيد بوكس مهم حتى ياكلن. فيد بوكس ما فاتحانه طبعا. انا فاتحه تكنولوجي فيد بوكس. وانا فيد بوكس هذا راح اسوي. سويته فيد بوكس. ماكو داعي فتحه بعد انا. عادي تريد فتحه تريد فتحه بكيفك. روحت علي وراي. هو هم لازم تخليهم بي اكل غير. هن بعدين ايش راح تسوي هسه؟ راح يقول لك يقول لك تبني بلانتيشن. ها هي هاي البلانتيشن تقدر من خلالها انت وخط جايبني وياك. وقف. ليش ما حطيتهم بالطول؟ ليش حطيتهم كلهم كومات واحده بصف ثاني؟ ما يصير. هن لازم هيك 1 2 3 4 5 6 بعد وحده خلصت. والله فترة هذا خشب. بلانتيشن هن بعد بحث ان الحيوانات يزرعن عن وطبعا شو اسمه طبعا اكل طبعا لهذا السيد مدري الاحمر هذا بلو بيري. بلو بيري زين. وهن بعد براحتهن اشتغلن. ما تعرف طوره بعد. طورته بعد هسه. بعد اذا عندك حيوان ذبه هنا. اي عندي هذا خروف. راح نجيب شو اسمه؟ نجيب هذا الديناصور حلوه. ما تقدر تجيب الديناصور هسه. بالاسهم والله. والله ما تقدر. زين. التكنولوجي بالله الاسلحه شو وقت تنفتح؟ هذا فاير بول.
ما استخدمها، استخدم كل العادي. اقول لك كنا نحتاج هذا بيري بلانتيشن. طبعا فتح الاسلحه هسه حتى بمستوى 10 يلا 3 شوت برو بول. اي اي نقدر نكتله هيك؟ ما تقدر. اوكي جربت انا اكثر من مره تقدر. ما انا وياك، انا وياك بالاسهم. والله جربت جربت والله. خلينا نشوف الا طريقه واحده. بس هاش قد لا تاك 121 104 114 119 هلا اسوي اسهم. سويت اسهم هنا راح يشتغلون عندنا هسه. بير بلانتيشن، هاي البير بلانتيشن هاي هم هنا راح نحتاج اثنين هسه بعد شوي. قلت اثنين بير بلانتيشن هنا انا واحده. ما تقدر تخليها؟ اوكي خليها. انا جاي اسوي هذا. يلا هي هاي البير بلانتيشن اللي شو اسمه؟ اللي يزرعون بيها. ايه هسه خلينا بس اسوي لها سيد، هم بعدين براحتهم هم يشتغلون عليها. او لا انا اخلي السيد هنا. انا عندي سيد لو ما عندي سيد؟ انا عندي لبيت سيد انا. ايه ترس الترس. نجيب خشب. يلا خل نروح نكتله. لا خل بس نكمل هاي ونبر شو اسمه. ما نريد اريد من اريد شغله. انت حتى شوف حتى تقتل لك هيجي لازم ايش عندك؟ لازم عندك حيوانات بها حظ. يعني انت الحيوان اللي تاخذه تقدر بامكانك بعدين شو تسوي؟ بعدين خلي عارفه. اها شلون كان ما شو اسمها؟ قول وياي شنو؟ هاي فاركراي. لا لك هي الدوريه ايش اسمها هي هاي مال كرتون كان يطلع مش اسمه مو ابطال دي. اي بوكيمون. بوكيمون نفس البوكيمون هي وضعيتها. اي اي ادري هي بوكيمون هي. اي فانت إيه؟ اظن الحيوانات اللي عندك يعني اقوى واحد 120 ما بيهم حظ يعني ترى. اي دخل انا عركه ننكتله نبي نزود انا قوي. الو 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 ما قفلي. يلا تعال تريد عركه؟ يلا خرب كتله. يلا بس تعالوا وياي خلنا اريوك شغل. دوس وقف. لا هو انا الماوس ما تعاوي. ها تعال هنا ندوس اف. وينك انت؟ انا على هاي البول بوكس. ناخذ انا حيوانات يعني قصدك؟ اي ايش راح اعطيك؟ راح اعطيك. لا خلنا نروح نكب. خلنا نروح نكب. لا لا هذول اليوم يعرفون. لا ذولا احسن ذولا يفيدون. هذا 119 هذا 121 اخذ ذاك الك. يلا بزونه؟ خليت لك واحد لل شو اسمه؟ بزونه غير؟ لا مو البزونه خليت لك واحد بالفوق بالبوكس الفوق. ماكو ما طلع لي شيء. ماكو والله. خذ اخذ الخروف هذا اللي عندك. هذا الخروف اللي عندي. ايه يلا اخذته. ها خلنا والبزونه اخذ والبزونه هم ياخذ. لا عف بيصير تجيب اكثر من اثنين. اه يلا بس يعني الخروف تنزل بس واحد. يلا تعال نام. نام للصبح؟ ايه حتى شو اسمه على الاقل نشوف. تعال الفراش عندك هذا. فراش ثاني اكو. بيك لحقتنا على فراش. ما هذا اللي. يلا سليب. يلا. اهلا وسهلا. يلا مشي. يلا مشينا. بس كل مسوي ديش جابه هنا انا. جيب ديش جابه هنا. ما ادري خلها اوقف. اخذته اوقف خلها طلع برا خيولي. وشنو فايته؟ دبلنا غير شو اسمه؟ دبلنا ابيض؟ اي كان دخل صدق كان خلينا نزرع على الاقل. اي ولد هو طبعا يمكن يختفى وراح مو؟ سوينا درع وقف. اختفى وراح. خل افتح الدرع. راح سجاد راح اصلا ما يحتاج تعب نفسك. موجود انا عند السجي. والله يروح. هذا الشيلد ايش يحتاج؟ يحتاج خشب وفايل وارمر. اي كفن للدرع راح اسوي. ايش تريد درع؟ اي درع. انا الملابس ما عندي اصلا. تريد تسوي؟ ما عاد يحتاج الكلوث، كلوث ما عندي. هسه انا اسوي لك. ما يحتاج هو راح نموت احنا. والله وين ترى ذاك قوي اذا لقيناه اصلا يعني. اوف يلا امشي امشي. وقف وين وين صار؟ ها هو اللي لبسه قبل. يلا مشينا. بالدبليو غير؟ اي حطيت. لا هو كان حتى هنا اجى ترى. يلا هات تعال. حتى هنا يم. اتمنى اذا لقيته هسه. شيء شيء وين شيء تعال شيء بالماي. الله بالماي.
استنى كذا لقيت انت ليش؟ اريد يختفي مثلا؟ اي اختفي روح يعني اذا تريد انت على اساس هيك قوي تروح تلقى لك واحد ثاني هسه وحش مو هيك مو شلون ما كان هسه راك اياه والله وينه؟ هذا تعال شوف هذا هذا اسمه مامو ريست اي مامو ريست هذا اللي قلت لك عليه من الساعة كبير شنو بعد تريد شو اسمه انت اي هذا هذا شو هذا كلش قوي هذا ايش غير مستوى هذا 33 اي هاي العلامة الوحش اللي بصفه مع علامة الوحش صعبة ما تقدر توصل لها يعني. اي ما تقدر له اي بس ذاك ندور عليه ذاك اقدر له وين ماكو ماكو وين ندور عليه اي قلت لك اختفي اكو شوف هسه انت شوف هاي قدامك على الدبليو اكو علامه مال مال شنها جناح مال طياره او شيء او نسر أي. هاي هناك تروح لها حتى شنو تنفتح لك الفاست ترافل تعالوا وياي يلا خل نروح لها يلا خل نروح لها حتى ناخذ لنا هم حيوانات ثانيه اذا نقدر نصيد يلا امشي دي شوية بابا زين شلون تشبه فورتنايت؟ هذا مهم هذا هذا فوكس بارك اي تعال هذا هذا خوش واحد واحد لك واحد لك الايمن الي اوقف اوقف بعد ما اوصل لك انا ترى بعيد عليك طلب خربت انا خربت تعال اخذ انا ما عندي شو اسمه ما عندي اخذته بالطابة ما عندي طابة نسيت انت غير موتي ذاك ذاك ما عندي نومته انت اي كان نومته علم نومته هذا شنو هذا هذا المعزة معزة شنو تعال هاي تعال هاي بال بال اي هاي قدامك اي حلوة هاي تطلع وول هواي تطلع وول عندك شو اسمه لو ما عندك عندي ما تنكب شو كذا هاي ايه تهاجم هاي ايه دير بالك جيب هيمي جيب هيمي تعال هاي هاي تعال اه تهاجم جايك جايك مستوى تسعة هاي ايه ابحب ما جاي اشوفه بي من تدوس دي مثلا اول اي تدوس كنترول حتى كنترول شو اسمه يخليك تطفر شوية انا جاي ادوس بالسبيس اطفر لا لا دوس كنترول احسن خلصت عندك بول سفير ولا لا؟ لا لا ترميها لا ترميها يلا دوس البول سفير دوس البول سفير فوق 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 جت صاحبتها جت ليش كبيت؟ يا اخي تعال ليش كبيت؟ على السريع ما عندنا شيء ما انكبت شوف ما انكبت حاول وياها مره ثانيه خلصت خلصت شو اسمه؟ في البول سفير خلصت لا لا خلصت اسهام اخر اسهام انا عندي بقى ثلاث اسهام طيب انا جاي شو اسوي؟ جاي اطلع بول سفير وفك وتجيني جاي ابو عليك ذاك انت لقيتني والله في العقال الا يريدها الا يريدها خلصت الدرع مالتي اها راح اموت متت عادي زيتك انت على الدني اخ كان ايش علي؟ هب هاي ظل بيها دمه كلش قليل اي ادري اخذنا خذ ما جاي تنوخذ ما جاي تنوخذ يراد لها يمكن شو اسمه يراد لها ليش طقيتها؟ يراد لها يمكن طوبه اقوى خليها تولي بعد طوبه اقوى ما ادري شو يراد لها يراد لها محاولتين ثلاثة أربعة يجوز ليش طقيتها هسه؟ غير ترمي علي قتولي عوف هذيك عوف هذيك عوف هذيك تعال تعال راح نسوي شي رجعنا للبيت بعيد لا تعال هسه هاي سهله اسويها بس وقفني خلنا نجيب بوس فر حتى ناخذ نشوف اكو اكو شغلات هواي موجوده والله خلي تو انا عم بوس فر تعال ختيلي تعال هسه نروح نتمشى نفتح ذاك الفاست ترافل يلا مشينا ما نذب الحيوانات بس الشيء صار بعيد علينا اي ما احتاج هسه
هذا مفيد، هذا شو اسمه الماموث؟ لا البنجلت مفيد. يا هو هذا الزغير؟ اي هذا لازم. القوموس؟ وين انت؟ وراك انا. وين؟ امشي 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 بعد. هذاك كبير كأنه غزالة. هذاك كأنه غزالة، ما قدرت اقتله صراحة. اكي دير هذا. اي هذا هذا اللون الازرق كأنه بنجو. اي بنجلت. اي هذا مفيد، هذا مثلا بالبلانتيشن مو هو كأنه ثلجي فيفتح مي. هاي ميجا سفير، هي هاي تفتح بيها طبعا. والله هي هاي تكض بيهن هاي الحيوانات الكبار القوية. وين ميجا سفير؟ لقيتها بالقاع. ما ادري. خضر يصير. ميجا سفير، مو بول سفير. تريد نسوي فاست ترافل هسه ولا نروح؟ نروح نشوف. خلنا نقتل هذا، خلنا نقتل هذا. ما تقدر تقتل هذا قوي. يكون عندنا سهام. تعالوا لك. خلنا نشوف شلون يعارك. بي طقنا طقة موتني. طير الدرع كله خرابي. شفت هسه شلون يعارك؟ انا شعله اهي. انا شعله اهي. انا شعله اهي. انا جاي اطق فيه وهو يجي عليك. ما ادري احفظك. ما طقني ما طقني. اهرب حبيبي. ما طقني بس حتى سلاح ما عندي. حتى سلاح ما عندي. طقني والله خايس وانا طاير. بي شنو متى اخذته؟ ما ينوخذ. لا ما ينوخذ. بس ارد لك، ارد لك، ارد لك. خلنا اشرد بعيد، اروح اشرد بعيد. ترى عادي حتى لو مو هنا اكو ذيك فاست ترافل واروح بصفها وش اسمه عادي. هسه غريب تعد، خلي اخذه بغير مكان. طقني استني. عاد انزل على البيت مالتك، انزل على البيت. ايه بابا خلصت. بابا جيب لك حبيبي. ايه سجادة راح تروح؟ وين على البيت؟ لا مو تروح عندك طلعه؟ ايه اجيب شو اسمه اخذ ياسين شل على سنه واسوي شو اسمه. اوه حصل لفظ بعيده. لا لا تعال 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 بابا على هاي البار بوكس، دوس حرف سي وتلقى احنا وين متنا. ايه صرف غراضك. بس لو جايبين اسهم عاد نرجع نسوي اسهم مش عندنا. لا اخوان لا نسوي لنا بنا واحده ونسوي اسهم بيه. اكس يلا خلنا نقتله. وين راح؟ راح شرد راح. ايه اختفي روح، ما ادري وين اروح بعد. بس انتم شباب من بعد ما شفتوا الاساسيات وعرفتوهم شوفوا انا وين واصل حاليا باللعبه ومجموعه من الحيوانات اللي عندي. فتشرح بسيط عليهم. هسه مثلا تشوفون هذا جاي، هذا اخذته من مكان بعيد يعني اذا تشوفون منها تقريبا اخذته بهاي المكان. جاي طلع لي طابوق حاليا 382 طابوقه. وعندك هذا المكان ايش قد عندي؟ عندي 10 بي. هذا الظاهر ما جاي يشتغل عدد اللي هو هذا القرد اعتقد، ما اعرف هو شنو بالضبط بس يمكن فرد. هو انا مخليه على بس راح يرجع. راح يرجع يشتغل. حلو حبيب عاشت ايدك، عاشت ايدك بالسبب. فهذن اللي تعرفوها انه انتم ينامون عليهن يحتاجون ينام عليهن. هذا هو مال بيض المقصة. وهذه احتاج سادل اعتقد. اقدر اسوي والله، خليها اسويها على السريع ونشوف والله يمكن نقدر نصعد فوق ذيك يعني ما اعرف اعتقد يعني اخليها كحصان او كفتشي يعني واحد ينتطي ما اعرف والله. بس خلينا نشوف بالضبط. ان انا عندي اثنين، واحده للناري وواحده. انت ما تصدق راح تاكل جوعان شني؟ تعال كمل هاي شغلك وروح اكل. المهم قلت انا زين تاكل بريك، انا جوعان. حلو انا جوعان فاكل لي كل شيء ما عندي. لطيف لطيف هسه عادي. فعندي هاي، خليني اروح لل هذا تنزانيا تن ملاب ما ادري ايش اسمها. اقول له اربعه وانا اخليها هي هاي. ليش؟
ريد اجونا راح يهجمون علي سندكيت سكوتنج بارتي حلو. فاني من اللي اريده اسوي على السريع اريد اكل اللقمه يعني يقول لي جوعان ف هاي هيجي صح هذا كافي فارجعها هسه هنا هذا الخشبات خليه هنا عند 30 راح يجون جماعه السندكيت وينهم ذولا فشنو طبعا هم عندي مثل ما تشوفون جوا على اليسار عندي ذولا راح اطلع لهم هذا فخلي هذا النار شوفوا شويه حلو يفيد هذا هذا النار شوف هسه راح يجون الجماعه هاي يطيرون يطيرون شوف راح يرمي عليهم نار ما ترمي عليهم هذا ما يرمي عليهم بعده هسه خليهم نشوفهم راح يجون يعاركون جماعته راح يعاركوهم هسه شوف 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 ما ركبت اللطيف باوع شرحي كتير باوع خلي عادي خليهم علي عادي دروع فلشوهم والله باوع شو فلشوهم هسه راح يجون عليهم تعالوا هجموا على هذا الشيء ذاك بعده يشتغل تعال يا معود اوكي ما يحتاج ما يحتاج هذا اوكي من العاده شلون اغير هذا اغير بهم هاي شنو هاي والله ايش قد صار لي اريد اعرف شلون هذه تصير بس ما اعرف طلع هذا ينفق عليها النار صدق تحكي والله ما ادري يلا على العموم شوف شلون قتلوهم جماعتي عاش ايديكم حبايب عاش ايديكم عاش ايديكم معناها شنو معناها هذا الناري راح يكون هنا مكانه هذا الناري بعد راح يبقى هنا بس بمكان من انا عندي ذولا كلهم محتاجهم هذا ما لا شغل ولا عمل خله هنا هذا ارجعه هنا شوف الحيوانات اللي عندي مجموعه الحيوانات اللطيفه زين خليني اخذ هذا شو اسوي بيه السرعه مالته 70 دارك بيل 165 قوة مالته ما ادري يعني داخلي هنا شو اسوي بيه اوفا هسه بيلد هاوس سبرينج يراد لي هذا مجموعة من الامور اللي لازم تفتحها مثل ما تشوفون هاي جوا الكورنت ميشن لازم هوت سبرينج الهوت سبرينج وينه وين الهوت سبرينج هذا بس شنو احتاج احتاج بالفوز هسه البالديوم بالله سهلة بس البالفوز مشكلة هسه تشوفون شباب يعني احنا حاليا جاي نمشي اكو هناك وحدة تعارك بالثانية هذول شنو فري بال الاينس ديفوت ايوه اللون حبيبي ولا اروح اوصل لكم لمستواكم مستواهم 20 يعني تخيل انا مستواي ايش قد هسه ما اعرف 10 ما ادري 11 بلاك كنز خلنا فتحه وذيك السول خلينا احتاج السول شباب انا باسن ثرو لا عندي وياكم شيء ولا هاي مو بال سول وهذاك كنز ناخذ ناخذ الكنز هذا على السريع ثون وبريد حلو نعم الله ونبي نصعد على هذا الجسر نروح ذيك المنطقه ذيك المنطقه شبيها خليه يطلع شبيها يطلع ما يخالف بس مشينا نروح لغير المنطقه هاي هذا الديب صراحه ما ماخذ قبل ما هذا الخاف هذاك ذيك البيضه خليني اروح اخذ البيضه اخذ الديب عندي اني واحد قوي هذا نزله النبيب وين هذا؟ ايه لا 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 ايه اخذت الجيب مات ذاك لا ما مات واحد منكم واحد منكم واحد منكم واحد منكم اخذت واحد حلو والثاني اخذت كلش حلو خذنا الذيب تعال ارجع انت حبيبي شباب رجعنا هسه لبيتنا خلونا الذيب عند اثنين صاروا واحد قوته 183 والثاني 172 بس شنو السرعة مالته 105 هذا والله مال بناء بس منو يفيدني بالزرع اتوقع لان هاي مرسوم عليه مال زرع بس انت اذا تشوف
طب والله وين هذي؟ هاي هاي نار مي. نخليهم هنا بس اريد واحد قوي وياي. لا هذا راح اخليه هنا يفيدني بالشغل، بس بمكان من مكان هذا، وهذا اخليه عندي هنا احتاجه. شنو راح يسوي؟ ريستنج. ما يشتغل شماله، اشتغل حبيبي. اوكي ولا كان نحكي، انت شبيك كان مو ذاك مال الخشب مالتك ما تروح تشتغل؟ لا لا حرفيا ريستنج ولا كان. اها البيضه كان نسينا هلا شوي، تروح للبيضه خليها سيت ايج انكومن، يعني تطلع لك بها شيء شويه بيحظ. وشو شنو هو والله ثالثه ايش قد الوقت؟ 59 دقيقة حرفيا، 59 دقيقة يعني وقت مال حقيقي مو شرب مو مال لعبة. عندي هذه الرانش مثل ما تشوفون اللي هي المزرعة، هذا شنو فائدتها؟ انه انت ال هذا مثلا ما اعرف يحك ظهره ما ادري ايش يسوي ويطلع الصوت هذا الوول. فاخذته كله هذا اخذته كله ومشيت. انت شنو تسوي هنا؟ ها رستنج. اوكي الجماعة ماخذين راحتهم يعني كلش ماخذين راحتهم. من جبت الذئب خلينا نشوف شنو في حل شغلات، لان انت من لحد ما تكتشف لحد ما يعني تاخذ لك حيوان جديد. يلا هسه مثلا هذا كان مختفي، ف سادل هارنس هذا تقدر تصعد يعني تصير يعني تقدر تنطي، لكن المشكلة انا قلت لك لازم عندك ما اعرف لازم وياك. لا والله ما ادري سريع هذا. بالنسبة للتمثال هذا شباب شوفوا التمثال هذا تضغط عليه اذا اف انت بس ما تقدر لان حاليا ما موجود، واذا في ها خلينا نصلحه اربعة، واذا في على مود الحيوانات مالتك فانت تضغط في. احنا عندنا اتوقع هذا 172 166 وهذا 228. يا هل احسن خلينا هذا شوية قل انهانس قل اتاك مالت انهانس. ايه عندي بعد ها اقدر بعد هواي حلو حلو. وهاي الثلاثة المفروض صار قوي يعني 187 بعده. قبل كانت تطلع لانه الانكيوبيشن سبيد تطلع لي 100% فما اعرف اعتقد يعني نصف الوقت ما اعرف شنو، بس هالمرة لا اختلفت عندي ما جاي تطلع لي 100%. شوف هسه راح يناموا الجماعة هذول ناموا، بقوا عندك هذول هذا هذا بقى واحد. وين هذا؟ هذا بالنار. تصبحون على خير حبايب، والصباح رباح يا حبايب. وخلونا نبدي مرة ثانية ونشوف من وضعيتهم. أنا هسه عندي ها البيضة، خلونا نروح نقضيها. هذا البيضة اللي عندي بيض وبيكن يطلع لي، بس هو الصراحة بس بيض يطلع. ف 59 كانت صارت 55 ما اعتقد، لان هي نفس الشيء اعتقد عن الوقت نفسه. نحاول هسه نقاتل الوحش الموجود هناك. فشنو نحتاج؟ نحتاج نشوف منو اقوى واحد موجود حاليا. نقول له اف عندي هذا الذئب وهذول ثلاثة، يعني نقدر نقول هم هذول اقوى شيء موجودين. بس خلينا ناخذ الاروز نكثرهم، يعني راح احتاج هواي اروز. اللي عنده انا هسه 38 ما يفيد انا صراحة، بس 38 احتاج هواي اروز انه برا حتى اروح ورا حتى اروح شنو اسوي اقاتل الوحش الموجود. نزل على هذا والله شن قوة هذا يعني يفيدنا المفروض. شافني هسه ما صار بعد لي نسبة. اخذه اي عافية 52 حلو اخذته هذا انا حلو كلش حلو.
طبعا مثل ما جاي تشوفون حاليا راح تختفي الشمس، اختفت الشمس يعني صار لي الليل، وهنا راح تطلع كائنات تختلف عن الكائنات الموجودة بالنهار. فأنا أحتاج هاي الكائنات الموجودة بالليل ليش؟ كانت تعطيني السم، والسم هذا أنا أقدر أخذه حتى أسوي بيه السهم المحتاجة. هسه راح أطلع نشوف الكائنات. مثل ما تشوفون شباب هذه نايمات، وراح يطلع عن الكائنات اللي هن ذنيج. تشوفون شباب هذن راح يطلع عن ذني يختلف عن الكائنات الموجودة بالنهار. أنا آخذ هذا وخليه يجي حتى يعاركني، وهذا راح يقتله. قتله طشره. هذا ما يعطيني شيء، يعطيني بس مجرد سوى لما يفيدني. تعال تعال انت ذولاك. هذا الفينوم جلاند هو هذا اللي احتاجه يعني. هسه شباب تمنا، فنحتاج هسه نسوي السهم مال السم ونكمله حتى نروح نتوجه عليه. من نتوجه على الوحش او البوس اللي حتى نحاول نقتله. هذا هو البوس. بس وين السهم ابو هذا بالبوز؟ ليه كتله؟ باي هاي الفريرة مالتك النارية غير المفروض قوي. كهرباء كهرباء يا الله. شنو وعلى اساس هو مغمض ولا شنو؟ والله هذا ما كان يقدر يدبرها ويا يدبرها لو ما يدبرها شباب. كسر وجاهد منه والله حتى ما زين. هاي البنية اذا اضربها نفس ما جاي اقدر اسوي شيء. استني كهربني ولا خرخر. خليني احاول على غير واحد. شوف هذا هذا يقدر يقتله؟ هذا يقدر هواي. يلا الله اللي هسه تونا يلا اخذنا الف من عنده. توني يلا اخذنا الف من قوته. وهذا كمان حلو لطيف. حلو حلو ما وسع ما جاي جاي طقه. لا والله 250 طقه. حلو ما اعتقد نقدر نكمل. حتى السرعة والاستامنة خلصت. والله تهم زين جاي تضرب. خلصت خلصت. ما اعتقد يدبر هذا الشيء يعني. ما جاي لحقه.
اذا يلحق. مات الديب. هذا رجعت الديناصور. ما يدبرها. ما تقدر لي. ما تقدر لي. انا لابد. غير يوخر بقى مقابله يبوا عليه. يلا همزين مو علي. هذا رجع الدرع ما ادري معود. تختار مات مات. طبعا هذا انت الطير. يلا من كلهم انزلكم عليك. ترى ايش فيك؟ راح يخلص. ها خلص. راح يخلص. شنو اكتب وراه؟ بالله ربي هيك شنو شنو؟ كيف وياك؟ كيف اخافك من انت بسرعة؟ ترى ما عندي. خوفني. خوفني صيح علي. هاي كده والله ما اعتقد يقدر. انت مغمض قلي وانا مغمض. يلا يلا يا هاي يا اخوتك ايش ما عاد والله اعتقد لو عندي بعد منزل منزل هاي فوق. ما جاي دغدغه ايش يسوي ده. اقول له انا مغمض. يلا يلا فنك كيف لا والله. والله ما بقى بي شيء حرام. هذا ما عاد بعد ما عاد حتى الدم خلصت. حرامات والله. لو عندي بعد حيوانات مخلي فريرة خلنا كذا على فتني. إذا شنو معناها؟ معناها نحتاج نحتاج حيوانات بعد أكثر وسهام بعد أكثر حتى نقدر نقدر شلون نقول نقدر نقطعها. لأن بقى بي 5000 والله دم حرامات. شباب الأعزاء هذا راح يكون الفيديو مالتنا اليوم إن شاء الله استمتعتوا به. إذا تردون تشوفون فيديو ثاني على هذه البيضة أو على طريقة جمع البيضة أو أي فيديو تعليمي عن هاي اللعبة إن شاء الله أنا موجود بنواصل بها. يعني الحمد لله مرحلة حلوة. إن شاء الله نشوفكم فيديوهات ثانية في أمان الله.